أخبار إفريقيا من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أنه اتفق مع نظيره النيجيري الصحابي عمارو على تسريع وتيرة مشروع كفر النفطي شمالي النيجر الذي تديره سوناطراك الجزائرية. أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب عن اجتماع مرتقب بين وزراء الطاقة للدول الثلاث المعنية بخط أنابيب الغاز العابر للصحراء الجزائر النيجر نيجيريا للاستفسار عن نسبة التقدم لهذا المشروع الاستراتيجي. قالت السفارة التونسية في لبنان إنه سيتم إجلاء 260 مواطناً تونسياً من لبنان الثلاثاء المقبل على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الوطنية التونسية، ويأتي الإجراء على خلفية التصعيد الصهيوني في لبنان مما خلف آلاف الضحايا في صفوف المدنيين. أعلن رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة في كوت ديفوار إبراهيم كوليبالي كويبرت أنه من المقرر إجراء التعداد الانتخابي خلال الفترة الممتدة من 19 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، كما حث الإيفواريين على ضرورة التسجيل بكثافة في القائمة الانتخابية لتحقيق نسبة مشاركة عالية في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر 2025 والتي يأمل أن تكون ذات مصداقية وخالية من العنف. نهاية أخبار إفريقيا، إلى اللقاء.